وصلت إلى البرلمان العراقي وكنت رئيسا للجنة الشباب والرياضة، هل تتوقع أنك حققت شيء لدعم الرياضة والشباب في العراق؟ حملت هموم وآلام وتطلعات الشاب العراقي ولكن لم يتحقق أي شيء في تلك الفترة. هذا ما يعني ما يؤخذ على لجنة الشباب والرياضة التي أنت ترأسها. إن لم تكن في المسؤولية وإن لم تكن لديك جهة داعمة وساندة في هذا البلد لن تستطيع أن تكون، لن يكون لك وجود في هذا المجتمع. نعم. فلذلك كان علي أنه هذه المحصلة اللي استنتجتها. نعم، اللي استنتجتها. نعم. أنه يجب أن أدخل العملية السياسية حتى أكون أكثر تأثيراً، أكثر قوة. انتقدت لظهورك في قناة الكأس والدوري وأنت تحلل مباريات المنتخب العراقي والمنتخبات الأخرى ضمن بطولة خليجي 19 وأنت ترتدي الزي القطري، وكانت هناك عاصفة وثورة من الانتقادات. النائب أحمد راضي يخرج بدور محلل رياضي ويرتدي الزي القطري، كيف ترد على هذا؟ لحد الآن عندي إقامة شرفية من قبل هناك الاتحاد القطري ونادي الريان، وحتى سيارتي اللي اشتريتها وجبتها للأردن امتلكها هي بلوحات قطرية. يعني اليوم أنا من طرحت نفسي كأحمد راضي، طرحت بكفاءتي بخبرتي بهذا لم بتاريخي اللي الحمد لله والشكر ما تاجرت بها مثل ما تاجر بها البعض الآخر، إنه إحنا مضطهدين، إنه إحنا عقبنا، إنه إحنا حوصرنا. يعني هذه تاجر رخيصة حقيقة. كذا وجهت إلى أحمد راضي بأنه جعل من نادي الزوراء قاعدة لتجميع الأسلحة والإرهاب والطائفية، كيف ترد على هذه الاتهامات وأنت نجم العراق ونجم العرب ونجم القارة الآسيوية وقدمت الكثير للمدرسة الزورائية وللكرة العراقية؟ أي حزب وممكن أي ميليشيا سيطر عليها وهي ملك للزوراء. أنا اليوم بحاجة إلى فلوس، خلي أبيعها واستفاد من عدها، وبالتالي وين ما تريد تصير تصير، لكن اليوم أخليها وممكن أنه يستولون عليها الأحزاب وممكن أن تكون طمع لبعض الأشخاص ممكن متنفذين، خليني أستغل هذه الفوضى.